السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات الممتعة. كعادتنا سنبدأ الحصة بمراجعة ما أخذناه سابقا. أطلب منكم إيقاف الفيديو بعد كل سؤال حتى تكملوا الإجابة. السؤال الأول: عد تصاعديا من 1 إلى 20. السؤال الثاني: عد تنازليا من 20 إلى 0. السؤال الثالث: 10 ناقص 5 يساوي. ممتازين، يساوي 5، بارك الله فيكم. لنبدأ درسنا لهذا اليوم، لاحظوا معي الصورة التالية. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نشاهد طفلاً ومعه كرة ينظر إلى نفسه في المرآة. ما وظيفة المرآة؟ المرآة تعكس الصورة، أو المرآة تكرر الصورة فتظهر لنا صورة مشابهة للصورة الأصلية. لاحظوا مع الصورة الثانية، أيضا مرآة وأمامها وجه ضفدع. نلاحظ التكرار، هل تعرفون ماذا نسمي هذا التكرار في مادة الرياضيات؟ نسميه الضعف، كرروا معي الضعف. إذن الضعف هو تكرار الشيء مرتان، هذه الأولى هي الأصلية والثانية هي المكررة. إذن كم العدد؟ كان معنا وجه واحد. بعد المرآة كم صار العدد؟ الضعف. إذن ضعف الواحد هو 2، أعد كلا الوجهين الحقيقي والمتكرر على المرآة. إذن ضعف الواحد هو 2. هل عرفتم الآن ما معنى الضعف؟ الضعف هو التكرار. إذا كررت الأشياء هل عددها يزيد أم ينقص؟ بارك الله فيكم، كما تلاحظون في الصورة، إذا كررت الأشياء أو ضاعفتها فإن عددها يزيد. إذن الضعف له علاقة بعمليات الجمع. إذن الضعف هو جمع العدد مرتين. ضعف الواحد هو 1 زائد 1، الواحد الأصلي والواحد المتكرر في المرآة، كم يساوي؟ 2. هذا كان مثال مبدئي لنتعرف على مفهوم الضعف. إذن درسنا لليوم إن شاء الله سيكون عن الضعف. في نهاية هذا الدرس لابد أن تستطيعوا قول أضعاف الأعداد من 1 إلى 5.